السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين وأبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الفني الصناعي. النهاردة بنستكمل السلسلة بتاعتنا اللي بدأناها عن الأمن والصحة والسلامة المهنية، وبنتناول النهاردة في البرنامج بتاعنا في بيتنا مدرسة المخاطر الكيميائية. كان في حلقة سابقة تناولنا فيها أنواع المخاطر المختلفة في مكان العمل، وذكرناهم في كانت في مخاطر طبيعية ومخاطر فيزيائية ومخاطر ميكانيكية، لكن النهاردة هنتكلم على المخاطر الكيميائية. المخاطر الكيميائية يعني من المخاطر الكبيرة جدا اللي تبقى موجودة في مكان العمل، اللي ممكن تسبب إصابات كبيرة جدا، ممكن تسبب حالات اختناق، ممكن تسبب حرائق والعياذ بالله. فلابد ان احنا في مكان العمل نبقى عارفين كويس ازاي ان احنا نعمل عملية وقاية لنفسينا من المخاطر الكيميائية في مكان العمل. على فكرة المخاطر الكيميائية زي ما هي موجودة في مصانع الكيماويات، زي ما هي موجودة في بعض المصانع والشركات، لكن ممكن تبقى موجودة في مكان عمل عادي جدا من خلال سوائل التنظيف اللي موجودة في مكان العمل، ممكن تبقى موجودة في البيت من خلال برضو سوائل التنظيف اللي موجودة في البيت. فلابد ان احنا نعرف ايه ماهية المخاطر الكيميائية، ازاي ان احنا نتعامل معاها يعني بمهارة، وازاي نتعامل معاها بحيث ان احنا ما نسببش في المكان اي نوع من انواع الاصابات اللي ممكن تنتج عنها. والحلقة دي معمولة لكده. هنبتدي نبص على الشاشة بتاعتنا ونبتدي نتكلم على ايه هي المخاطر الكيميائية. الصورة قدامك بتعبر يعني في عامل او فني واقف بيبص على مجموعة من الجرائك اللي تحتوي على سوائل، ويعني يعني بيفكر ازاي هو هيتعامل معاهم وما هي وجه المخاطر اللي موجودة فيهم. لو بصينا ما هو المقصود بالمخاطر الكيميائية؟ المقصود بالمخاطر الكيميائية في بيئة العمل كل ما يؤثر على سلامة العامل وصحته نتيجة للتعامل مع المواد الكيميائية. طيب ايه هي بقى الحالات بتاعة المواد الكيميائية؟ اول حالة عندنا في المواد الكيميائية السائلة، ودي عبارة عن محاليل عضوية او احماض او دهانات، علب دهانات او منظفات سائلة او مبيدات سائلة، ودي بتخش الجسم عن طريق ان الجلد يمتصها او البلع او الحق. يعني دي اللي هي اوجه المخاطر بتاعتها يعني. والحقن مش ان حد يحقن جسمه بحمض او منظف او مبيد سائل، لا، انه ممكن ان يعني يحصل له نوع من الجرح، والجرح ده يخش الدم عن طريق يعني عن طريقه هذه السوائل. في عندي اللي هي المواد الكيميائية الصلبة، ودي عبارة عن يعني أتربة للمواد الكيميائية زي مساحيق المبيدات وغبار العمليات الصناعية، زي غبار الأسمنت، غبار الجبس، غبار أي أنواع من أنواع الغبار اللي بيبقى موجود في مكان العمل، والإسبتوس. ودي دايما إذا دخلت للجسم بتخش عن طريق التنفس، الأنف أو الفم. في عندي يعني الحالة الأخطر من المخاطر الكيميائية هي الحالة الغازية، اللي هي الأبخرة والأدخنة والغازات المعدنية الناتجة عن عمليات اللحام المعدني وتبخر المواد الكيميائية واحترقها. يعني مواد كيميائية بيطلع منها دخان أو بتحترق، يطلع عنها تفاعل، التفاعل ده يبتدي يوصل لتنفس العاملين وممكن يسبب حاجات خطيرة جدا جدا جدا. ممكن ينتج ايضا من تفاعل الحاجات دي اثناء التخزين او طرطشة، وزي ما قلنا برضو بتدخل عن طريق الانف او برضو الفم. هنشوف معنا فيديو صغير لهذا الفني اللي داخل المعمل بتاع المواد الكيميائية. هنا بيجيب الفني الصغير اللي لسه جاي وبيقعد يشرح له ايه هي
المخاطر الكيميائية ازاي يتخلص منها، وطريقة التخلص من المخاطر الكيميائية او من النفايات او الزجاجات اللي هي كيميائية، مهمة جدا ان هو يقدر ان هو يعرف دي بتتبع انهي خطر من المخاطر. ماشي، هل هي من المواد اللي هي قابلة للاشتعال، ولا من المواد الحارقة، او من المواد اللي هي بتعمل عملية تآكل. طيب لو بتعمل عملية تآكل بيبقى عارف ازاي هيتعامل معاه. عندي اول خطر بيظهر تأثيره على المدى البعيد في الخطر الكيميائي، هو الخطر الكيميائي بتنشأ ايه بقى؟ نتيجة للتعرض لمجموعة متنوعة من الكيماويات، بعضها بيبقى سام والبعض الاخر يؤدي لحروق نتيجة ملامسة الجسم ليها، والبعض الاخر قد يحدث اضرار نتيجة لاستنشائها. كمان مسام الجلد او الجروح احيانا بتمتص بعض الكيماويات، او من خلال تلوث بعض الاغذية بالكيماويات. يعني لو احنا حبينا ان احنا نتكلم على الكلام اللي هو الخاص بالمخاطر الكيميائية دي، يعني ممكن انا او اي حد يعني يحصل له إصابة عن طريق ان هو اولا يتنفس الغازات الخاصة به، الاماكن اللي هي الخاصة بالعمل. يعني الغازات دي ممكن تكون تسرب غاز، ممكن تكون نتيجة تفاعل ما بين مادتين كيماويتين مع بعضهم فينتج عنها ابخرة. الابخرة دي ممكن توصل للانف او يستنشئها الانسان، وممكن تكون الابخرة دي أبخرة كيميائية حارقة، يعني التنفس بتاعها يعمل التهاب شديد جدا في الجهاز التنفسي وبالتالي يؤدي لاختناق. ممكن يكون إذا وصلت النسبة بتاعتها زادت عن 2% من حجم الهواء الموجود في المكان بقت قابلة للاشتعال. ممكن تكون عبارة عن غازات غير غازات أبخرة أو أتربة ناتجة عن العمليات الصناعية تطايرت في المكان، فلما حصل تطاير ليها في المكان بدأ العامل يستنشئها، بدأت تدخل زي الأسمنت والحاجات دي، بدأت تدخل في أنفه وتصل للجهاز التنفسي عنده، وبالتالي بدأت لو أسمنت أو جبس أو الحاجات دي بتعمل يعني حاجة خطيرة جدا في الرئة، ويعني بتسبب أمراض يعني صعبة جدا في الرئة. لو حبينا نرجع هنا هنشوف طرق التعرض للمواد الكيميائية على الشاشة بتاعتنا، هنلاقي بيقول لي هنا هي بتخش جسم الإنسان عن أنهي طريق، وده يمكن احنا بنكرره تاني لأهميته. أول حاجة فيهم الاستنشاء، تاني حاجة فيهم الامتصاص، إن الجلد يمتص المواد الكيميائية دي. ثالث حاجة فيهم البلع. البلع طبعا بيكون يعني عن طريق الخطأ، ان ممكن الانسان يشرب اي سائل عن طريق الخطأ، ولذلك دايما في المصانع الصغيرة احيانا بيحطوا مثلا مواد كيميائية في ازايز مية عادية. طبعا ده ما بيحصلش في المصانع الكبيرة، لان المصانع الكبيرة بتبقى يعني عارفة كويس ايه هي المخاطر اللي ممكن تنتج عن هذا الامر. لكن تلاقي ورشة صغيرة جايب مثلا مادة حارقة او مادة كوية حاططها في ازازة مي، والمادة دي ملهاش اي ايه اي لون زيها زي المي. ممكن يجي حد عطشان جدا داخل من بره يمسكها يشربها، ولذلك يجب الا يتم وضع المواد الكيميائية في زجاجات العصير وزجاجات المياه وزجاجات اللي هي المياه الغازية الحاجة الساقعة يعني. ويجب ايضا الا نضع المياه في زجاجات بلاستيكية خاصة مثلا بكلور، خاصة بالحاجات دي خطر جدا جدا جدا، وممكن تعرض ان حد هو واخد ان دي ازازة مية فبيخش يقوم بسرعة على ما يفوق ان الطعم مغاير للطعم اللي هو عايزه يكون
ممكن على الاقل حتى شرب يعني جرعه واحده، فدي طبعا تؤدي ان هو لازم ينتقل بسرعه جدا جدا الى المستشفى لاجراء الاسعافات اللي هي ممكن ينقذوه فيها من اثر هذه المواد. عندنا فيلم فيديو هنا هنبص عليه كده ونشوفه، بيتناول المخاطر الكيميائية. ده طبعا من الفيديوهات اللي بتقوم بيها اللي هي المنظمة الدولية الأوشا للأمن والصحة والسلامة المهنية. هنا الموظف بيستدعي الفني، الفني بالمادة دي مادة قابلة للاشتعال، خدها بإزازة، الإزازة ما عليهاش أي حاجة توضح المادة دي بتاعت إيه، لازم يلزق عليها الليبل أو الشعار اللي بيقول إن المادة دي من المواد القابلة للاشتعال. طبعا هو شغال، دي مادة من مواد التنظيف، فهو بينظف بيها الماكينة أو المعدة، وبعد ما بينظف هو يعني بيرمي القماش أو الورق اللي هو بينظف بيه بيرميه على الأرض. وارد قوي إن في المكان يجي عامل يعمل عملية لحام، فاللحام بينتج عنه إيه؟ بينتج عنه زي ما احنا شايفين يعني شرار، الشرار ده ممكن يسبب اشتعال في المكان، وزي ما حصل هنا شفنا ايه اللي جرى في المكان نتيجة ان العامل كان واقف وعمال يرمي على الارض. هنا قال له ما تلحمش دلوقتي وانا شغال ان معايا مادة مشتعلة، وهو ده اللي لابد ان هو يتم في اماكن العمل، ما حدش يشتغل بحاجة قبل الاشتعال في الاماكن اللي هي خاصة باستخدام مواد قابلة للاشتعال، ما حدش يستخدم جنبها مثلا عمليات لحام يعني. طب ايه هي تصنيف المواد الكيميائية؟ تصنيف المواد الكيميائية في مواد بتصنف الخطورة بتاعتها انها خطورة ذاتية، ودي بي 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 بتشير الى الخصائص الذاتية الفيزيائية والكيميائية الخاصة بالمادة دي. زي ايه؟ زي المواد القابلة للاشتعال، والمواد القابلة للانفجار، والمواد المؤكسدة، والمواد الأكالة. المواد الأكالة زي المواد اللي هي الكاوية واللي بتعمل تآكل في الأسطح، والمواد الفاعلة أو الفعالة كيميائيا. المواد الفعالة دي مواد نشطة كيميائيا بتتفاعل مع المواد الكيميائية الأخرى، ممكن ينتج عنها أبخرة، ممكن ينتج عنها اشتعال، احتمال وقوع حوادث نتيجة تشكل مواد قبل الاشتعال أو الانفجار أو مواد شديدة السمية. أول تصنيف للمواد الكيميائية برضو التصنيف الثاني الخطورة الصحية. تشير الخطورة الصحية إلى الآثار السمية والضارة بالصحة اللي هي بتبقى آثار فورية أو آثار بعيدة المدى للمواد الكيميائية في ظروف تتعلق بالتعرض الحاد أو المزمن التي تصنف المواد على أساسها في المجموعات التالية. طب ايه هي المجموعات دي بقى؟ في المواد المهيجة اللي هي المواد التعرض ليها بيعمل عملية تهييج للجلد، وده بيخلي ان الانسان عايز يهرش، مع وجود المواد دي على الجلد الهرش ده بيسبب تلف للانسجة الخارجية للجلد، وبالتالي يحصل التهاب شديد في الجلد او العين او الاذن او حتى يعني لا طبعا المواد اللي هي المحسسة اللي هي المواد اللي هي بتسبب حساسية للجسم، ودي تتعلق قوي بالمواد اللي بتسبب حساسية للجهاز التنفسي. وعندي المواد المثبطة، وعندي المواد الخانقة، وعندي المواد المسرطنة، وعندي المواد ذات السمية الجهازية اللي هي بتوجه سمها لجهاز معين في الجسم، وعندي المواد المطفرة، وعندي المواد المؤثرة على الصحة النفسية. كل دي
اللي هو تصنيف المواد الكيميائية من حيث الخطورة الصحية. عندي تصنيف المواد الكيميائية من حيث الخطورة البيئية. دي المواد اللي هي ليها خطورة على البيئة وبتعمل أثار تخريبية مباشرة في البيئة أو متأخرة نتيجة عن مخلفات المواد الكيميائية. والمخلفات دي ممكن تكون سائلة أو صلبة أو غازية وبيكون لها تأثير على البيئة العامة. زي إيه مثلا؟ زي الأتربة أو الغبار، زي المية الخاصة بالصرف الصحي والصرف الزراعي، زي الغطاء النباتي الحيوان. كل ده بيبقى لها تأثير بقى على التربة والمية والغطاء والنبات والحيوان وعلى الغلاف الجوي اللي هي المواد السائلة والصلبة والإيه والغازية. ممكن تكون أتربة، ممكن تكون مياه ملوثة، ودي بتأثر طبعا على الكائنات الحية. طيب ايه هي التأثيرات الصحية نتيجة التعرض للمواد الكيميائية؟ في عندي اول تأثيرات حادة ومزمنة. طب التأثيرات الحادة والمزمنة دي بتظهر نتيجة الاحتكاك المباشر بهذه المواد او بعد فترة يعني قصيرة جدا من التعرض للمادة الكيميائية بعد دخولها للجسم بتركيز عالي نسبيا دفعة واحدة او على دفعات خلال فترة من الزمن. فدي ممكن تسبب التهاب او احمرار او سخونة موضعية للعضو اللي تعرض للمادة دي، سواء كانت اصابع او اطراف او خد او وش او يد. وحسب فترة تعرضه هيحصل له التهاب خفيف، الالتهاب هيزيد يبقى التهاب باحمرار او هيبقى التهاب باحمرار وسخونة. اما التأثيرات المزمنة فدي بتظهر نتيجة التعرض المتكرر الى تراكيز منخفضة من المواد السم. يعني زي الجماعة اللي بيشتغلوا مع مادة البولي استر. بولي استر من المواد الشديدة السمية، لكن مع التعرض ليها والتعرض للغبار بتاعها لفترات طويلة من الزمن دي بتسبب فشل العضو المتعرض للمواد الكيميائية عن أداء وظيفته، وغالبا ما تؤدي إلى حدوث أمراض كبيرة جدا. فلذلك اللي هو مضطر إن هو يتعامل مع هذه المواد لابد إن هو يراعي معدات وملابس الوقاية الخاصة بالأمن والصحة والسلامة المهنية. طيب ايه هي تقنيات السيطرة على اخطار المواد الكيميائية؟ اول حاجة او اول تقنية فيهم الاستبدال، يعني ان انا استبدل المواد الكيميائية الخطيرة بمواد كيميائية اقل خطورة، زي استبدال الغرة ذو الاساس العضوي بغرة ذو اساس مائي، او استبدال عمليات تشغيل واساليب عمل خطيرة بعمليات اكثر امنا، زي استبدال عملية خلط الدهانات اليدوية اللي بيستخدمها الجماعة العاملين في مجال الدهانات على الاسطح، ان هو يخلط بايده. وده كنا بنشوفه زمان، الجماعة اللي هم بتوع الدهانات كانوا بيخلطوا الدهان او البوية بايديهم، او يستبدل ده بانه يعمل عملية خلط آلي، يعني يستبدل ان هو يستخدم شنيور بيتركب فيه مروحة معينة، او بدال ان هو يخلط المواد او الدهانات والملونات ببعضيها بدل ما يخلط بايده. تاني حاجة العزل. العزل ده مهم جدا في اي مكان عمل، ان انت لو في مكان العمل ده عملية تطبيقها بيشكل خطورة لابد ان اعمل عملية عزل للعملية الخطيرة اللي بتتم دي، تبقى في مكان بعيد او في عنبر بعيد، والعنبر ده ما بيخشوش الا حد متخصص
الحد ده بيكون متدرب تماما على التعامل مع هذه المواد. وده بيتم بحاجتين، إما بعزل الجزء الذي يمثل خطرا محتملا من الخط الصناعي، زي مثلا عزل عملية شحن البطاريات في غرفة خاصة، أو عزل العامل الضعيف صحيا بوضعه في مكان ما يسببلوش مخاطر جسمانية. يعني إما أعزل العملية الخطيرة أو أعزل العامل نفسه بعيد عن هذا العمل. عندي الطرق الرطبة، وهو أسلوب سيطرة فعال للتخلص من الأغبرة أو الغبار يعني، والألياف الضارة بالصحة المنطلقة عن بعض العمليات الصناعية عن طريق استخدام رشاشات الرذاذ. يعني زمان كنت قمت بزيارة لمصنع الحديد والصلب في حلوان، وطول ما احنا ماشيين في المصنع كان في رذاذ متطاير، احنا حاسين ان الدنيا بتمطر بس مطر خفيف جدا. كان المهندسين اللي ماشيين معانا اللي كانوا بيشرحوا لنا خطوط الانتاج جوه مصنع الحديد والصلب بيقولوا لنا دي عبارة عن رشاشات متركبة فوق المداخن بتاعت المصنع، الغرض منها انها الغبار المتطاير الناتج عن عملية التصنيع، المية دي بتاخده وبدل ما يبقى موجود في الجو والناس بتتنفسه، المية او رذاذ المية ده بيتقله بيخليه ينزل ويهبط على الارض، وبالتالي يحد من خطورته على الجهاز التنفسي للعاملين في هذه العملية. فدي العملية دي بنسميها الطرق الرطبة، اللي هو ان انا احط رشاشات بتدي رذاذ مية خفيف جدا 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 في الاماكن اللي بيبقى فيها اتربة وغبار. الطريقة الرابعة اللي هي الطريقة اللي احنا دايما بنستخدمها في كل مكان، الطريقة العادية اللي هي التهوية. التهوية وسيلة للسيطرة على الملوثات. ودي بتتم ازاي؟ التهوية بتتم باكتر من طريق. اول حاجة بتتم عن طريق ان في شفاطات بتشفط الاتربة والغازات من المكان وتطلعه بعيد بره المكان. ان في الفلاتر دي بتشفط مثلا الحاجات المتطايرة او الابخرة المتطايرة من المذيبات وتعيد تجميعها تاني وتتحول لمادة سائلة تاني ونقدر نستخدمها مرة اخرى. او ان في يعني شبابيك متسعة جدا، والشبابيك دي مفتوحة في اتجاه الشمال والجنوب عشان الهواء يخش من الجهة البحرية عندنا هنا في مصر ويروح للجهة الجنوبية، لان يعني مسار الرياح عندنا كده، فبالتالي المكان فيه تهوية ايه دايما، او عن طريق تكييف المكان. فدي اللي هي حاجة مهمة جدا من الحاجات الخاصة بالحفاظ على المكان من المخاطر الكيميائية الخاصة اللي بتأثر على الجهاز التنفسي، اللي هي ايه التهوية. طيب ايه هي بقى يعني معدات الوقاية الشخصية اللي تعتبر اهم حاجة في الحفاظ على الجهاز التنفسي وعلى الانسان عموما داخل مكان العمل من المخاطر الكيميائية؟ وتعتبر على فكرة اهم حاجة بتساعد العامل او الفني ان هو يحافظ على نفسه، اللي هي ايه معدات الوقاية الشخصية. ونرجع تاني للشاشة، دي اهم خط دفاعي يمكن اللجوء اليه. زي ايه مثلا؟ زي القفازات الجلدية، اللي انا اذا كنت هلمس مادة من المواد الخطيرة فبلبس كلابز يعني جوانتي، عشان لما اجي امسك المادة دي لو كانت الزجاجة بتاعتها ملوثة من الخارج مثلا بمادة كاوية فده ما يأثرش على جلدي. الحاجة التانية الكمامات طبعا احنا بنستخدم الكمامات الايام دي كتير نظرا للظروف اللي بيمر بيها العالم من تفشي وباء الكورونا، يعني ربنا اعزنا الله جميعا من خطره. الكمامات انواع طبعا، وكلنا عرفنا طبعا ايه هي انواع الكمامات المختلفة نظرا لان احنا احتكينا كتير باستخدام الكمامات في
العام ونص اللي فاتوا. فالكمامات من الحاجات اللي هي بتحد من الغبار وبتحد من الأتربة إنها تمر للجهاز التنفسي. وفي كمامات مزودة بفلاتر، وفي كمامات مزودة ب يعني حبيبات من الفحم، دي عشان لو في غازات سامة ولا حاجة، حبيبات الفحم النشطة دي بتمتص هذه الغازات السامة. طبعا بنستخدم معدات الوقاية الشخصية في حالات الطوارئ زي التسربات والحرائق. مهم قوي بقى حاجة تانية جدا جدا في التعامل مع المواد الكيميائية، بطاقات التعريف. بطاقات التعريف لابد ان كل عبوة، ده شفناها في الفيلم الاولاني، كل عبوة من العبوات اللي ليها مخاطر بتحتوي على مادة كيميائية يبقى عليها ملصق مكتوب فيه معلومات سريعة وسهلة الفيلم، بتحدد ايه بقى اسم المادة الكيميائية التجاري، وصف او تركيب المادة الكيميائية، الخواص الفيزيائية للمادة دي، يعني شكل المادة ايه، سائلة ولا صلبة ولا غازية، الحالة بتاعتها ايه، لونها ايه، الرائحة بتاعتها، كل ده بيتكتب. خواص فيزيائية يعني رائحة حادة، رائحة، لان يعني في ناس اول ما بتمسك اي حاجة بتروح حاطها على مناخيرها، يعني ممكن تبقى مادة كيميائية مثلا زي روح الخل مثلا، المادة دي انت تشم الخل نفسه بتتضايق من ريحته، طب تخيل بقى المادة الخام بتاعته لو انت قربت انفك منها، طبعا بيسبب التهاب على طول في الجهاز التنفسي. برضو لابد ايه على البطاقة التعريف دي يتحط ايه التأثيرات البيئية للمادة وكيفية التخلص منها، ما هي اشتراطات التعامل مع المادة ومهمات الوقاية المطلوب التعامل معاها، ازاي بيتم النقل والتداول، هل بيتم النقل والتداول بسرعة يدوية، ولا بيتم النقل والتداول بتاعها بسرعة آلية، ولا بيتم النقل والتداول بتاعها وانا لابس جوانتي او الى اخره. لابد يبقى موجود على بوة كيف يتم النقل والتداول، وما هي اشتراطات التخزين، يعني ايه درجة الحرارة المناسبة اللي تتحط فيها المادة دي، هل تتحط في ضوء ولا بعيد عن الضوء، طب تتحط في ضوء عادي صناعي ولا في اشعة شمس، كل ده لابد يبقى موجود في بطاقة التعريف اللي ملزوقة على المادة الكيميائية. برضو لازم برضو يكون محدد فيها ازاي بيتم مكافحة الحريق بتاعها، يعني لو المادة دي من المواد القابلة للاشتعال يقول لك مثلا استخدم لها في اطفاء الحريق بتاعها مثلا بودرة، استخدم لها غاز ثاني اكسيد الكربون، استخدم لها مية، فبيبقى لازم محدد هطفيها بايه، اسم طبعا المصنع اللي عمل ده وعنوانه، مطابقة المادة لشروط الجودة، درجة سمية المادة، هل هي سامة وسميتها قد ايه، ايه هي التفاعلات الكيميائية الجانبية للمادة مع غيرها من المواد، رموز الخطورة للمادة ايه، لان احنا قلنا ان كل مادة كيميائية لها رمز للخطورة بتاعتها، تلاقي واحدة عليها جمجمة فالجمجمة دي معناها ان هي سامة، تلاقي واحدة عليها شعلة فده معناها انها قابلة للايه، للاشتعال. طبعا احنا خدنا في حلقة سابقة اللي هي الرموز الخاصة بالخطورة. طيب مستوى خطورة المادة دي هل هو خطورة ذاتية على العامل ام خطورة صحية طويلة المدى حسب فترة التعرض، ام هل ممكن يتسبب عنها حريق. نيجي برضو لابد يبقى على البطاقة التعريفية دي ازاي يتم الاسعافات الاولية الخاصة بالتعامل مع المادة،
واشتراطات إعادة التعبئة، هل العبوة بتاعتها قابلة لإعادة التعبئة؟ إذا كانت قابلة لإعادة التعبئة، ما هي اشتراطات إعادة التعبئة بتاعتها؟ وطبعا معلومات تانية بتخص المادة أو المصنع. كده يعني احنا عرفنا أهمية البطاقة التعريفية للمواد الكيميائية، وتأثيرها ممكن يكون عبارة عن ايه. هنشوف بأمر الله تعالى فيلم بيتكلم على المواد الكيميائية وازاي نقي نفسنا منها. هنبص على الشاشة كده، هنا العامل فتح المخزن، بيفتح النور، اللمبة مش بتولع، بيستخدم الكشاف بتاعه عشان يقدر يحدد ايه هي المادة اللي هو عايزها من المكان. طبعا دي مادة كوية، يقدر مادة مضرة بالصحة، كل دي العلامات الخاصة بالخطورة. طبعا البطارية انتهت، طبعا ده عمل حاجة خطيرة جدا انه استخدم الولاعة، دي مواد ملوثة ومضرة للبيئة، ودي مادة سامة، كل دي علامات خاصة بالمواد الكيميائية، ودي مادة سريعة الاشتعال، وطبعا مادة متفجرة، وهو بيقرب من المواد المفجرة بالايه. طبعا لابد جدا ان يبقوا عارفين ايه هي الرموز الخاصة بالخطورة، ودي عملنا لها حلقة مخصصة، يعني نرجو ان انتوا ترجعوا ليها باذن الله تعالى. ده طبعا الرمز الخاص بالاشتعال، هنا برضو الجزئية دي برضو بتتكلم على المواد القابلة للاشتعال، هنا بيستدعي العامل التنظيف، وعامل التنظيف طبعا زي ما شفنا في اول الحلقة بياخد سائل التنظيف بتاعه، وسائل التنظيف بتاعه بيبقى قابل للاشتعال، منظف مادة شديدة الاشتعال. طبعا هنا مديره بيقول له حط البطاقة التعريفية اللي هي بتعرفنا ايه هي الخطورة بتاعة المادة دي، وطبعا لما يكون العامل يعني مهمل زي العامل ده بيستخدم قماش في التنظيف وبعد كده بيرميه على الارض، ممكن حد تاني يقوم زي ما شفنا كده بعمل عملية معينة صناعية جنبه زي عملية اللحام اللي بيصدر عنها نار وشرز، فبالتالي هيحصل برضو نوع من الاشتعال في المكان. فلابد ان اي مواد قابلة للاشتعال ما تتحطش في مكان العمل عشان ما يحصلش زي ما احنا شفنا هنا. هنا هنلاحظ حاجة تانية، ان العامل هيعاد، دي طبعا حالة او صورة مرفوضة، قال له ما تشتغلش اللحام جنبي لان المادة دي سريعة الاشتعال. دي بقى المادة اللي هي السامة والمواد المضرة بالصحة العامة. هنشوف المادة المضرة بالصحة العامة دي كيف يتم التعامل معاها، زي مثلا ان احنا ما نرشش المبيدات الخاصة بالنبات دون ان احنا نكون لابسين القناع بتاعنا، لانها ممكن مع تنفسها واستنشائها ينتج عنها غثيان او ينتج عنها دوخة، او يبتدي الانسان مع كثرة التعرض ليها يحصل له نوع من التسمم. تمام، هنا الطبيب بتقول انت تسممت بالمادة دي ليه؟ لانه ما كانش فاهم ازاي يتعامل معاها، دخلت له عن طريق الانف وعن طريق الفم، وده اللي ادى لانهيار الجهاز التنفسي عنده. ده معناه ان هو لازم ان هو يتدرب كويس قوي على
الرموز الخاصة بالخطورة في المواد الكيميائية. دي برضو صورة من الصور المرفوضة. هنا طبعا دي طريقة الاستبدال، ان استبدل العامل باني اشغل روبوت هو اللي يعمل العملية دي. دي خطورة المواد الاكلة او المواد الكوية. هنا العامل دخل المخزن، لما يجي هينظف الحمام فبينظفه بحمض كبريتيك مخفف او احد الاحماض، ودي مواد اكلة او مواد كوية، لابد ان هو يلبس الكلابز في ايده الجوينتي، ولابد ان هو يعني يقي عينيه من التأثير ده، وغالبا كمان لابد ان هو يكون لابس كمامة عشان الريحة بتاعة المادة الكوية دي ما تأثرش عليه. طبعا هو هنا حط على الحمام لان هو حاطط مادة، المادة دي بتنظف الحمام. هنا قال له ما تخشش الحمام لان هو حاطط المادة الكوية دي. الراجل برضو دخل الحمام، وده ادى ان هو حصل له إصابة من المادة الخاصة بالتآكل. هنا الحمام غير متاح، ادخل حمام تاني. في بقى الأخطار اللي هي العامة اللي هي المضرة بالبيئة، اللي هي بتنتج من رش الدهانات، سواء رش بقى بجهاز رش أو بسبراي. دي على فكرة بتبقى ليها أخطار عامة، أخطار خاصة بالجهاز التنفسي، وفيها أخطار خاصة بالاشتعال، ومش لازم نشتغل في الرش في مكان مغلق، لابد المكان يبقى جيد للتهوية، لأن الغازات اللي هي بتخرج مع الرش دي ممكن تسبب تسمم وغثيان، أو إن الإنسان يفقد وعيه. هنا الطبيب الدكتورة بتشرح له خطورة المادة دي على الجهاز التنفسي، وانها ايه الاصابة اللي حصلت له منها. طبعا من الخطورة برضو ان احنا نسيبها بعد ما نستعملها، عشان ممكن قوي ان يجي طفل يجي اي حاجة ويرش الحيطان ويبوظ شكل الحيطان. هنا بقى دي العلامة الخاصة بالتأثير البيئي للمادة دي، زي المواد الخاصة بالدهان، التأثير على الشجر والتأثير على الحيوان والتأثير على النبات. هو بعد ما خلص عمله فضل علبة كده فيها شوية صغيرين، راح دلقهم فين؟ دلقهم في البحيرة او في النهر. الضفدع هنا حوله لكائن بقى عشان يقدر يشوف هو لما دلق ده ايه التأثير اللي حصل للبيئة هنا. طبعا حصل تسمم للكائنات البحرية، والاسماك كلها اتسممت، فبالتالي يتخلص من هذه المواد الملوثة. لها طريقة تخلص تانية، وهو لما افتكر ان هذه المواد قد تصل بعد معالجتها للنهر او البحر برضو ويكون لها تأثير على الحيوانات لما لها من خطورة، فهو خد المادة وراح للمدير بتاعه عشان يتصل بمختصين عارفين ازاي يتعاملوا مع المواد دي. هو نفسه بياخد المادة دي وبتدفن في منطقة تكون صحراوية بعد ما يتصب عليها اسمنت. في مواد كده زي المواد الكيميائية الخاصة بالبطاريات بتاعة الساعات والبطاريات بتاعة الريموتات، دي لابد يبقى لها اسلوب معين في التخلص منها. في عندي بقى المواد اللي هي
المضغوطة زي أنابيب الغاز وأنابيب الأكسجين، ودي طبعا من المواد الكيميائية الخطيرة القابلة للانفجار لأنها مضغوطة في 10% من حجمها الحقيقي داخل اسطوانة من الصلب. هنا ممنوع الوقوف، لازم يبعد الغازات دي عن الحرارة، هو وقف وما بعدهاش عن الحرارة فحصل تمدد للغازات اللي موجودة جوه الاسطوانات وبناء عليه حصل انفجار. من اهم احتياطات الامن زي ما قلنا وضع العلامات او الملصقات عشان نقدر نفرق ما بينها. قبل ما استعمل اي مادة كيميائية اقرا الملصق بتاعها الموجود على القارورة ايه. من احتياطات الامن نقرا كل التعليمات الواردة في الامن، يعني تعليمات الامن والسلامة اللي جاية مع الحاجة. ما نخلطش مواد كيميائية دون ما نعلم المواد الكيميائية دي لما بتختلط ببعضها ايه اللي بيجرالها. برضو لابد ان احنا نبقى واخدين بالنا جدا ان المواد الكيميائية دي او الزجاجات ما توقعش مننا، ما نستعملش النار بالقرب من المواد شديدة الالتهاب او القابلة للاشتعال. يعني النهاردة اتكلمنا على المواد الكيميائية، نرجع تاني هنا المواد الكيميائية وخطورتها وكيفية التخلص منها. المواد الكيميائية من المواد اللي هي خطيرة قوي واللي لابد أن يتم التعامل معها بحذر. عايزين نقول إن المواد الكيميائية الخاصة بكل مكان ليها أساليب مختلفة للتعامل معها. يعني إذا كنا في البيت في مواد كيميائية في البيت لابد إن أنا أتعامل معها بحذر، زي مثلا الكلور اللي بنستخدمه في التنظيف، زي الكيروسين اللي بيبقى موجود عشان بنستخدمه في بعض التنظيف، ممكن نستخدمه في حاجات تانية. يعني إذا كان في بعض البيوت بتبقى مع انقطاع الكهرباء بيتم إن يحصل نوع من استخدم لمبة جاز، أو مع انقطاع الغاز في المكان ممكن إن نستخدم موقد يكون شغال بالكيروسين. يبقى لابد الحاجات دي كلها يبقى متأمنة في البيت في مكان معين وبعيدة عن متناول الأطفال. وبناء عليه برضو في البيت بالنسبة لاستخدام الغاز في عمليات الطبخ، احنا بعد ما بنستخدم الغاز الطبيعي او الغاز البوتاجاز في عمليات الطبخ لابد ان احنا بعد ما بنخلص نظرا لوجود اطفال في المكان او حد معدي فبيخبط في الايد بتاعت اللي هو مفتاح البوتاجاز، فانا بعد ما بخلص بقفل الغاز بتاعي بالمفتاح بتاع قفل الغاز، سواء كان بقفل انبوبة او بقفل الصمام بتاع الغاز الطبيعي ما بسيبوش كده. كمان لابد ان انا اراعي حاجة مهمة جدا، لو هتعرض لمادة كيميائية غازية في مكان العمل، يعني انا لو دخلت مكان وشميت في المكان ده ريحة غاز، احرص قوي ان انا ما اشغلش اي نور، اكون حريص اني ما ولعش لمبة، اكون حريص اني ما استخدمش اي جهاز كهربائي. طب ليه؟ مفتاح الكهرباء لما بدوس عليه بينتج عنه شرز خفيف، الشرز ده يشبه الولاعة الاوتوماتيك اللي انت بتولع بيها البوتاجاز، فلو المكان منتشر فيه غاز ونسبة الغاز دي وصلت لنسبة مئوية معينة في الهواء وانا دوست على الزوار ده، فالزوار ده كأن انت اشعلت المكان كله عن طريق
الشرذ الصغير اللي طلع من مفتاح النور، يعني ما شغلش شفاط ولا شغل اي حاجه. طب ايه اللي اعمله لو انا دخلت في مكان فيه غاز، شميت ريحه غاز؟ اولا ما احاولش ان انا اصحي اي حد في البدايه. اول حاجه اعملها ان انا اتجه لكافه الشبابيك وافتحها بحرص شديد. على يعني ليه بقى؟ عشان اللي يبتدي نسبه الغاز تقل في المكان، وبالتالي خطوره اشتعاله تكون قلت. فهنا هعمل ايه؟ فتحت كل الشبابيك، هويت المكان كله، بعد كده ابتدي ان انا اصحي اللي موجودين عشان اطمن على الحاله بتاعتهم. يكون حد اتعرض للاختناق نلحق نعمل له يعني اسعافات اوليه، وانا بصحيهم احرص ان انا اكد عليهم ان محدش يشعل اي مفتاح من مفاتيح الاضاءه في المكان ده. بالنسبه للتعامل مع الغاز الطبيعي وهو من المخاطر الكيميائيه اللي موجوده في المكان. بالنسبه للتعامل مع المواد الكاويه، لو طبعا المواد الحمضيه، لو ماده حمضيه المفروض انها تتعادل بمواد قلويه لو ليها تاثير جه على الجلد. يعني ماده حمضيه جت على جلدي، لو في ماده قلويه اقدر، بس طبعا مش ماده قلويه طبعا تكون حريقه، يعني ما مش ميه حامض كبريتيك اروح مستعمل له مثلا يعني بوتاس، ولكن اجري بسرعه اغسل ايدي بميه جاريه على المكان المصاب لحين الوصول لمرحله ان انا محتاج اعمل عمليه اسعاف او اسعافات اوليه، او انتقل للمكان او للمستشفى. كمان اللي هي طبعا براعي جدا في البيت، انا بلاحظ ان بعض الناس بيحطوا مثلا عبوات الكيروسين في المطبخ تحت الحوض مثلا، وطبعا المطبخ ده هو المكان اللي موجود فيه البوتاجاز، المكان اللي تبقى درجة الحرارة فيه عالية طبعا أثناء عمليات الطبخ. فلابد جدا هنا ان انا ابعد المواد القابلة للاشتعال عندي اللي بستخدمها في التنظيف او في او كوقود عن اي مكان يكون قابل للاشتعال. لابد ان انا ما استخدمش المبيدات الحشرية او عبوات المبيدات الحشرية اللي احنا بنرشها، ما استخدمهاش في مكان مغلق، او اذا استخدمتها في مكان مغلق فبستخدمها بسرعة وبكون يعني حاطط كمامة على وشي وبطلع من المكان بسرعة جدا. ولكن مش محبس انك تستخدمها في مكان مغلق، مش محبس تستخدم العبوات الخاصة به الاشتعال او الخاصة به اللي هي القضاء على الحشرات في مكان في نار ولعة بالقرب، ايه بالقرب منه. كمان لابد ان انا ابعدها عن متناول ايد الاطفال، لانها مش بس مواد قابلة للاشتعال ولكنها اصلا ايضا مواد شديدة السمية. لابد جدا وانا بتداول او بتناول هذه المواد يكون في عندي اضاءة في المكان، شايف كويس قوي انا بعمل ايه، شايف كويس قوي البطاقة التعريفية الخاصة بالمادة اللي انا بجيبها. وهنا طبعا الاضاءة الصناعية لو ما كانتش متواجدة وانا اضطريت ان ادخل المخزن والكهرباء فاصلة عن المكان، فلابد تبقى عندي بطارية كهربية قابلة وشغالة ومشحونة كويس عشان اقدر اشوف بالظبط المواد اللي انا محتاج ان انا اجيبها من المكان عبارة عن ايه وايه المادة اللي انا هجيبها. وكمان ما يحصلش عندي ان مثلا ممكن حاجة مادة تقع، مادة كاوية تقع واضطر ان انا امشي عليها، او حتى لو انا لابس الجزمة السيفتي ان حتى لو مشيت عليها مش هيحصل لي حاجة، المادة اللي ممكن تفضل لتاني يوم ويجي عامل تاني مش داخل مثلا بحذاء سيفتي داخل المكان فيطئ هذه المادة
ويحصل له نوع من الإصابة، أو إن المادة دي تنزل تتفاعل مع الأرضية بتاعة المكان وينتج عنها مثلا مادة أو غاز قابل للاشتعال، أو ينتج عنها غاز خانق فيجي حد يدخل فيكون التفاعل كان واخد وقته قوي فيحصل إن هو يشم ده في المكان فيدوخ ويقع، وعلى ما حد يكتشفه يكون يعني الخطورة عليه بقت أعلى. النهاردة في حلقتنا دي شرحنا ايه هي المواد الكيميائية، ايه خطورتها، ايه اهمية البطاقات التعريفية الخاصة بيها، ايه هي العمليات اللي انا ممكن اقلل خطورة المواد الكيميائية بيها في مكان العمل. وشفنا اكتر من فيلم، الفيلم ده بيوضح خطورة المواد الكيميائية وازاي نقي نفسنا من هذه الخطورة. لحد هنا وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا، وان شاء الله هنكمل السلسلة بتاعتنا الخاصة بالمخاطر. احنا اتكلمنا النهاردة عن المخاطر الكيميائية، هنتكلم على المخاطر الطبيعية او الفيزيائية، هنتكلم على مخاطر الحرائق، هنتكلم على المخاطر النفسية. يعني في ان شاء الله هنستكمل السلسلة الخاصة بالامن والصحة والسلامة المهنية مع بعض، وياريت نتابع الحلقات دي لانها تعتبر حلقات عامة مش بتهم بس الطلبة اللي هم بيتعلموا الامن والصحة والسلامة المهنية في المدارس الصناعية او في المدارس الفنية، لكن ايضا بتهم كل العمال والفنيين والموظفين في أماكن العمل المختلفة. نشكركم على حسن المتابعة، وبحييكم أعزائي المشاهدين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.